يا هلا والله، أنا ساشا، رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بنت واسمي وسن، عمري 25 سنة. تبدأ حكايتي من قبل سنتين تقريبا. كل حياتي من لما ولدت إلين صار عمري 23 سنة كنت عايشة حياة عادية. كنت أدرس بس ما خلصت دراسة، وعايشة مع أمي الله يحفظها، وعندي أخت من لما انولدت وهي مريضة. كانت أمي هي اللي تصرف علينا. هذيك السنة صابها مرض، ومع الوقت عجزت تقوم وتشتغل، وكل المسؤولية صارت علي فجأة، وصرت لازم أتحمل أمي وأختي. طلعت أدور على أي وظيفة، وأي وظيفة لازم لها شهادة، أنا ما كان عندي. دورت كثير وعجزت ألاقي. ما قدرنا نعالج أختي وفقدناها. كانت عندنا جارتنا كبيرة بالعمر وعايشة لحالها. أمي كانت دايما تزورها، وبيوم من الأيام كنت جالسة مع أمي وطلبت مني أروح لها وأطمن عليها. وأكيد رحت لها ولقيت حالتها حالة، بيتها وسخ وهي كمان لأنها ما تقدر تتحرك كثير. بسرعة قمت ونظفت لها ونظفت بيتها وطبخت لها من اللي موجود عندها. وأنا حزينة على حالها، شلون عيالها يطاوعهم قلبهم يتركون أهاليهم كذا. جلست جنبها وهي بدأت تشتكي عن أولادها الثلاثة، تاركينها لحالها، يرسلون لها مصروفها وتاركينها هي وحيدة. وجعني قلبي عليها، يا ليت إني أقدر أساعدها. وتذكرت حالتنا انقهرت أكثر. قررت أرجع للبيت، وقبل ما أطلع نادتني واقترحت علي إني أشتغل عندها. قلت لها بسأل أمي، وأنا كنت ناوي إني أشتغل أكيد لأنه ما لقيت أي شغل. وفعلا هذا اللي صار، بدأت أشتغل عندها. ومرت الأسابيع وأنا أشتغل وأعالج أمي وأخذ من أكلها ناكله بالبيت، وأمي ما تدري إني شغالة ببيت الجيران. قمت الصباح وناوي أطلع على شغلي، رحت لها ودخلت على طول لأن المفتاح معي، وشلت العباية لأني أدري إنها لحالها. وعلى طول دخلت للمطبخ، عملت لها فطورها وطلعت أقومها، وأنصدم بالشخص اللي واقف قدامي. على طول لفيت حاولت أهرب بس كان واقف على الباب، تقدم لي وسألني مين أنتي. حاولت أطلع بسرعة ومسكني من يدي، أنا مت خوف وما قدرت أتكلم، وهو يهز فيني ويسألني. وبالغصب طلعت الكلمة، قلت له أشتغل شغالة، تركني ألبس عبايتي وتركني أخيرا. طلعت على طول للبيت ميت خوف، ودخلت لبيتنا. سألتني أمي إيش فيك جاية راجعة، قلت لها ما في شغل اليوم وكنت طالع لغرفتي. قالت لي بروح لجارتنا تبي شي، قلت لها شفت واحد جاء وأخذها. طالعتني وقالت لي مستحيل يأخذونها أولادها، مستحيل مستحيل يأخذونها أولادها، تاركينها هنا من زمان، بروح أنا وأتأكد. وقفت قدامها وقلت لها أنا متأكدة. قالت لي ما عليه بروح وأشوف. ما لقيت أي عذر أبدا، وطلعت أمي وراحت لها، وأنا ما قدرت أستحمل وطلعت وراها. خلاص الحين انكشف الموضوع، مستحيل ما تدري. وراحت لها وفتح لها نفس الشاب، ودخلت هي على طول. وأنا دقيت وراها مرة ثانية وفتح لي وقال لي أنت ليش جاية، وليش هربتي إذا كنت شغالة، وليش جاية الحين. قلت له لا تقول لأمي أني أشتغل هنا، هي ما تدري وما ترضى. وطلبته يساعدني وأنا أترجاه، وما كملت كلامي إلا تطلع لي أمي وتعطيني كف قدامه وتسحبني وتطلع على طول. وصلنا للبيت وهي تشتم فيني وتسبني، ليش تسوين كذا، ليش ما قلتيلي على الأقل يعني أكون أدري. قلت لها إنه علشانها وما لقيت شيء أشتغله وكان لازم أساعدهم. ظلت أمي ما تكلمني شهر كامل. واللي صار بعد هذاك اليوم، ذاك الشاب تقدم لي وأمي وافقت بدون ما تاخذ رأي، تبي تفتك مني. مرت سنتين وتزوجت وجبت ولد. صحيح تحسنت علاقتي مع أمي، بس دايما تذكرني بالسالفة، مو راضية تنساها. طبعا أنا عالجت أمي بمهري وقتها، وبعدين عشت مع زوجي وأمه، والحمد لله عايشين مرتاحين. القصة الثانية. تقول صاحبة القصة: أنا بنت اسمي ليان وعمري 17 سنة. أنا البنت الوحيدة عند أهلي، وعندي 10 أخوان شباب. من لما كنت صغيرة وأنا أعيش بكره أبوي لي وأخواني، طبعا لأنهم ماخذين طبع أبوي، إلا واحد منهم اسمه فهد كان يحبني ويحن علي، وهو الوحيد اللي محسسني إني إنسانة. طبعا درست وخلصت المتوسط، وأبوي بعدها ما رضي يخليني أكمل دراستي بحكم إنه أنا بنت وعالة عليه وينتظر الفكة مني. كان عندنا جارنا اللي هو صاحب أبوي من زمان، أذكر من لما كنت صغيرة يعني بعمر 5 أو 6 سنوات. طبعا هو متزوج وعنده عيال أكبر مني. من لما انفصلني أبوي عن الدراسة وأنا بس أشتغل بالبيت وأنظف وأكنس وأغسل المواعين، ظلت حياتي كده حتى جاء اليوم اللي غير حياتي. ناداني أبوي ورحت له بسرعة، كنت مفكرة إنه يبغى شيء، كل الأفكار توقعتها إلا إنه يقول لي جهزي نفسك بكرة جاي فلان يبي يشوفك.
طيب أنا حاولت أستوعب الوضع، توصلت إنه جاي يخطبني الواحد من عياله، فرحت على طول، بكيت شوي وأنا أدري إنه أبوي يبي الفكة مني ويرميني على أي أحد، بس ما توقعتها يقولها لي كده، حسيت نفسي مذلولة ورخيصة عنده يعني. بس بالأخير قمت وغسلت وجهي وصليت وقلت لعله خيرة. نمت صحيت اليوم الثاني، طبعا جهزت كل شيء وضبطت نفسي، مهما كان ما أبغى العريس يشوفني بهذه الصورة. في المساء دخل أبوي وقال لي خليكي قريب، إذا ناديتك أدخلي. وبعد نص ساعة أبوي ناداني ودخلت عليهم وأنا مرة خايفة. جلست قريب من أبوي وكانت صدمة حياتي لما قال أبوي هذه عروستك يا أبو فلان، ومن الصدمة ما رفعت عيني ولا رمشت ولا تحركت. الحين أبوي بيزوجني صاحبي اللي كبره في الستينات من عمره، يعني هذا اللي وصل له؟ بعد ما فكرت إنه يزوجني واحد من عياله، هو جاي يتزوجني اللي كبر جدي؟ طبعا هم جالسين يسولفون يحكون، ما أدري إيش صار. المهم لما رفعت راسي ما كان أحد موجود، ظليت ساكتة كده والدمع بعيوني، صعب أوصف شعوري بهذيك اللحظة. فجأة دخل أخوي فهد وشافني بهذه الحالة، وأنا مجرد ما شفته خلاص انهرت، أبكي وأبكي بصمت بصمت كده وقلبي محروق. هو طبعا جالي عندي وحضني وما حسيت بنفسي إلا بعد ساعة لأنه أغمى علي. لما صحيت لقيت فهد أبوي واقفين يتكلمون، وفهد باين عليه معصب. طلع أبوي وجاء فهد جلس جنبي وقال لي اسمعي، مستحيل أسمح له بهذا الشيء، جهزي أغراضك، أخذك وأخبيكي لين يهدى الوضع. طبعا طلعنا بالليل بدون ما أحد يدري، وأخذني أخوي لبيت ما أدري حق مين، وظليت أسبوع لحالي، طبعا في أكل وشرب وكل شيء، وأنا كل الوقت كنت جالسة أدعي وأصلي، وهذا الشيء خلاني أتقرب مرة من ربي أدعو كذا. وبعد أسبوع جاء فهد وأخذني للبيت. أبوي ما كلمني، لا كلمني أبوي ولا أخواني ولا أحد. فهد ما حكاله إنه هو مخبيني، قال له إنه أنا هربت، وأبوي خاف من الفضيحة وكنسل الموضوع. بعد كده تقدم لي واحد من أصحاب فهد، وأنا على طول وافقت بعد الاستخارة، كنت مرة خايفة من أبوي إنه يرميني مرة ثانية على شايب. في الأخير تزوجت وعندي الحين ولدين وبنت، وزوجي الله عوضني فيه من أحسن الناس، وأخوي فهد مهما سويت ما أوفي حقه، وعلى طول أدعي له إنه الله يحفظه ويحميه ويعطيه الصحة والعافية. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.